شواهد كثيرة على مدى عقدين من الزمن تؤكد العلاقات المتميزة بين قطر وايران، الدولة المصنفة بالأولى عالميا في رعاية الإرهاب بداية من الزيارات المتبادلة بين الطرفين مرورا بتوافقهما على كثير من الملفات الاقليمية، ووقوف قطر كعضو وحيد في مجلس الأمن ضد القرار 1696 بشأن النووي الإيرانية وصولا إلى اتفاقهما المشبوه أمنيا وعسكريا عام 2015 تحت مسمى مكافحة الإرهاب في مؤشر جديد على إصرار دولة قطر السير في الاتجاه المعاكس لحاضنتها الخليجية والعربية تناقلت وسائل الإعلام الإيرانية طلب قطر من إيران إنشاء قاعدة عسكرية في الدوحة وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أمير قطر تميم بن حمد والرئيس الإيراني حسن روحاني لتعزز طهران دعمها اللوجستي والأمنية للنظام القطري قاعدة إيرانية في قطر. قاعدة للدولة التي دأبت على ممارسة المؤامرات والفتن والتدخل السافر في شؤون الجوار، والتي فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عليها المزيد من العقوبات الثلاثاء بسبب ما قالت إنه سياسات طهران الشريرة في منطقة الخليج العربي. ايران ستظل وكلنا يعرف ذلك مصدر تهديد في المنطقه ولدي قائمه طويله من الافعال المسؤوله عنها ايران منها البرنامج النووي ودعمها للارهاب والارهابيين، فإيران تواصل دعمها للحوثيين في اليمن بأسلحة متطورة مما يهدد الملاحة في البحر الأحمر، وتجلد الأطفال في العراق للقتال وتجبر اللاجئين الأفغان على المشاركة في الحرب بسوريا. وتأتي هذه العقوبات ضمن خطط واشنطن لتجفيف منابع الإرهاب التي أعلن عنها الرئيس ترامب مؤخراً بينما يكشف هذا الإعلان أن الدوحة اختارت أن تضع نفسها في نفس الخانة التي وضع فيها المجتمع الدولي طهران، ويبدو أن رسائل الرئيس ترامب التي أشار فيها إلى إمكانية نقل قاعدة العديد العسكرية من قطر قد بدأت تتفاعل داخليًا خصوصًا مع تزايد الدعوات لاتخاذ هذا الإجراء، ففي تحليل نشره موقع ذي فيدراليست، دعا مراقبون واشنطن إلى سحب القاعدة ما لم تلتزم الدوحه بوقف دعمها للارهاب واكد كاتب المقال ان بقاء قاعده العديد يخدم اهداف قطر المتطرفه اكثر مما يخدم مصالح واشنطن وكما انكشف أمر سياسة قطر تجاه إيران عندما خالفت الدوحة المجتمع الدولي وصوتت في العام 2006 ضد قرار مجلس الأمن رقم 1969 بشأن اتخاذ موقف صارم تجاه الملف النووي ورغم المخاوف العالمية والإقليمية تجاه هذا الملف لا تزال قطر تسير على هذا النهج في السر والعلن.